وللحديث عن انتهاكات ميليشيات الحوثي في اليمن، لا سيما أوامر الإعدام بحق الناشطات اليمنيات والهجمات على قاعدة العند العسكرية، معنا من إسطنبول رئيس مركز جيني يمن الدكتور صالح الجبري. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا. دعنا في البداية دكتور نتعرف أكثر عن طبيعة هذا الهجوم الذي قيل بأنه كان هجوما مركبا ضد قاعدة العند العسكرية. ما مصدر الهجوم؟ من استهدف الهجوم؟ والنتائج تبدو أيضا للأسف يعني محزنة للغاية من خلال هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى. شكرا جزيلا. في مثل هذا اليوم قبل عام قامت الإمارات المتحدة بضرب الجيش اليمني وهو على أبواب يعني مدينة عدن في منطقة العلم، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 300 جندي في هذا التوقيت. وبالتالي يبدو أن هناك تخابر بين ميليشيات الحوثي والإمارات العربية. هناك استهداف كما تقول بعض المصادر المحلية بثلاثة صواريخ من إحدى المناطق في مدينة تعز التي تحت سيطرة ميليشيات الحوثي على معسكر العند في هذه المناسبة وفي هذا التوقيت الذي للأسف الشديد أدى إلى استشهاد الكثير، وهي أعداد غير معلومة حتى هذه اللحظة، وجرح أيضا العشرات. وبالتالي يبدو أن أصابع الاتهام هي موجهة الآن للإمارات، نظام الإمارات العربية المتحدة وميليشيات الحوثي، لأن هذا اليوم يوم حزين بالنسبة لليمنيين، لأنه يذكرنا بالعام قبل عام من الآن بضرب الطيران الإماراتي على الجيش الوطني، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 300 جندي. نعم. والمسألة أخرى متعلقة بالتسليح دكتور صالح، التسليح يعني بمختلف هذه الأنواع من الأسلحة سواء طائرات مسيرة أو سلاح إلى حد ما ثقيل، كل ذلك يتم تزويد الميليشيات به. ما الدور الأمريكي في منع وصول هذه الأسلحة إلى الميليشيات؟ لا أعتقد هناك دور إماراتي أو أمم متحدة، العكس، هناك أو أمريكي. في ضوء أخضر، يبدو لي في ضوء أخضر للأسف الشديد من بعض الدول التي تقول بأنها تريد وقف الحرب في اليمن. هناك أسلحة تصل عبر البحر من إيران ومن حزب الله إلى ميليشيات الحوثي الإيرانية. هناك الجيش، هناك الإمارات اليوم يعني قبل ساعات يتم القبض على خلية كانت تحمل بعض الألغام البحرية وغيرها من الأجهزة متجهة في مدينة شبوة إلى المجلس الانتقالي، تم القبض عليها من قبل الجيش الوطني في محافظة شبوة. وبالتالي هناك للأسف الشديد ضوء أخضر من بعض الدول الغربية، وكأنهم يقولون أسرعوا في الحسم العسكري حتى نعترف بكم كحكام بدل الشرعية في اليمن. ولكن هذا كلام مهم دكتور، وينقلني للسؤال التالي: إلى أي مدى كان رفع ميليشيا الحوثي عن قوائم الإرهاب خطأ استراتيجيا بعد هذا الهجوم وبعد محاولة السيطرة الفعلية التي تشير إليها؟ هذه اللعبة أمريكية بين بايدن والرئيس ترامب، وكلها ضد اليمن. يعني ليس هناك اتفاق الآن، صفقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالاتفاق النووي، والضحية فيه هو الشعب اليمني. هي مقايضة للأسف الشديد، انتخابات يعني كانت برنامج انتخابي وتم تنفيذ البرنامج الانتخابي لبايدن، كما انسحب الآن من طالبان يعني منكسرا. وبالتالي للأسف الشديد أمريكا وإن كانت ظاهرة تقول بأنها مع الشرعية ومع دعم الجيش اليمني، لكنها للأسف الشديد تتغاضى عن سفن يعني تأتي من إيران ومن الخليج ومن المحيط ومن عدن، تأتي إلى الحوثيين وإلى البحر الأحمر الذي ما زالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية لتستمر الحرب مع اليمن والضحية والشعب اليمني. دكتور، من ناحية أخرى ربما للمرة الأولى نسمع عن أحكام إعدام ضد الناشطات اليمنيات من قبل الميليشيات بطبيعة الحال، ما قصة هذه الأحكام ولماذا تحاكم الناشطات اليمنيات بهذه الطريقة؟ الميليشيات الحوثي هي ميليشيات ظلامية، ميليشيات يعني إذا كانت تحرم الغناء وتحرم أن تسوق المرأة السيارة
وبالتالي أي صوت للمرأة فهو صوت محرم عند ميليشيا الحوثي، ولو أن عندهم طبعا في الجانب الآخر ما يسمى ب يعني المعسكر، معسكر الزينبيات، وهذه معسكر الزينبيات هم نساء للأسف الشديد، وكل من يخالف الحوثي مصيره إما السجن أو القتل سواء رجلا أو امرأة. الحوثي لا يملك قيم ولا يملك أخلاقيات، يعني بالأمس في إحدى المدن اليمنية تقتل امرأة لأنها تدافع عن أرضها، أصبح الحوثي يرفع صوت السلاح كي يخيف كل من يتجرأ أن يتكلم مع الحوثي، سلاحه هو القتل، هو السجن، هو الاعتقال، فما بالك باعتدائي على المرأة. يعني تم اعتقال نساء وتم اغتصابهن، كثير من النساء خرجنا على الإعلام وتكلمنا بكل صراحة وما تعرض له من تعذيب ومن اغتصاب ومن ممارسات رذيلة، وهذه يعني كبيرة جدا في عرف وعادات وتقاليد الشعب اليمني، لكن جاء الحوثي مسح هذه العادات والتقاليد والقيم الدينية بأخلاق هذه الدنيئة التي وصلت إلى الحد يعني سجن النساء واغتصاب النساء داخل السجون. شكرا لك دكتور صالح الجبري، رئيس مركز زيني يمن، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.